الأخطبوط وهم الحيوانات قاع البحر الأليفة، له 3 قلوب و8 أطراف ويتميز بالذكاء. في حالة التزاوج يستخدم ذراع ثانية غير الثمانية اللي نعرفهم، ومن خلال هالذراع يرتبطون مع بعض ويتم توصيل السائل المنوي من الذكر اللي هو أصغر حجم إلى تجويف التحق مبايض الأنثى اللي تكون أكبر منه بالحجم. تأخذ الأنثى دور القائد وتسحب الذكر وراها، والأخطبوط خاصية تغيير اللون مع الأرض ويستخدمها للاختفاء والتكيف مع البيئة. وفي حالة التزاوج يكون الأخطبوط حيل ضعيف وفريسة للأسماك الثانية، ولهذا السبب يفضل أنه يكون بمكان آمن عشان يستمر التزاوج لساعات، وممكن من بعدها يموت الذكر. ولكن مع الأسف حتى الأنثى راح تموت لكن بعد ما تحط بيضها، ويطلعون صغار الأخطبوط للحياة وهم يتيمين الأم.